وعيد الذي يفكر بالانتحار من قتل نفسه بحديده فحديدته يتوجا بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. من تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. من تحسى سما فقتل نفسه فسمه يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. ولا تقتلوا انفسكم اذا الانتحار حرام بعض الناس يقول ارتاح من العذاب بس تعرف راح يروح على عذاب ايش اشد وانكى عذاب الدنيا بالنسبه لعذاب الاخره ولا شيء ولا شيء